مقارنة بين 20 ماتش لعبهم اليونايتد بفاران و 20 ماتش لعبهم اليونايتد بلا فاران. بلا فاران خسرين 10 وبيه خسرين 4. أهداف المستقبلة بمعدل جوج أهداف فاصلة واحد بلا بيه و هدف فاصلة واحد بيه. ثم بلا بيه مستقبلين 4 أهداف أو أكثر في 6 ماتشات وبيه غير في ماتش واحد. من غير الأداء فالروح التي أظهرها والتي ظهر بها دفاع اليونايتد عامة في الماتش ديال البارح، الأشياء اللي افتقدها اليونايتد فاش كان ماغواير بعيدا عن الطليعه، فاللاعب بغض النظر عن ادائه السيء بسبب هذيك السخريه فكان ديما كيبان لك مهزوز نفسيا، ديما وجه صفر. والغريب ان المدربين واخا هكا كانوا في هذيك الاجواء اللي كيبقى محطوط عليه سبوت لايت بوحدو، واخا شحال من واحد كيكون سيء في اليونايتد في الغريب انهم كانوا كيدفعوا به. ومني كيكون القائد ديالك مهزوز فالطبيعي ان الفريق ديالك كامل يكون مهزوز، ونفوت مارك عليك البيت الاول يتبعو الثاني والثالث والرابع. بالنسبه لي اي خطا ارتكبه ماغواير يتسبب فيه اللاعب واي مدرب دفع به. ومكملين عاطين القياده تاياتي.